حضر رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر تجمعاً انتخابياً في قضاء الدجال بمحافظة صلاح الدين دعماً للمرشح عن الحزب علي فاضل. وقد أكد الشيخ الخنجر خلال كلمة ألقاها أن البلاد لن تشهد نمواً ولا استقراراً من دون عدالة اجتماعية بين أبناء الشعب، مشدداً على ضرورة تطبيق العدل من خلال إقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء من السجون، إضافة إلى تطبيقه في إعادة النازحين والكشف عن مصير آلاف المغيبين. من يستنكر الظلم الصهيوني في فلسطين عليه أن لا يقبل الظلم على أرض العراق، ومن يستنكر التهجير الصهيوني لأهل الأرض أهل فلسطين عليه أن لا يقبل ببقاء مهجر واحد خارج مدينته، ومن يستنكر الاعتقالات الصهيونية بحق الأبطال المطالبين بالحقوق من أهلنا في فلسطين عليه أن لا يقبل ببقاء سجين واحد بريء خلف القضبان. هذه هي المعادلة، وهذا هو الحق الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. ولذلك مطالبنا التي أعلناها منذ وصولنا إلى بغداد في 2018 نستمر في المطالبة والمتابعة إلى أن تتحقق من أجل العدالة بين أفراد الشعب. ولا تصدقوا أن فئة أو مكوناً لا شيعياً ولا سنياً ولا كردياً ولا تركمانياً يريد أن يطلب جزءاً من شعبه. فالعدالة هدف للجميع، وهي أمن للجميع واستقرار للجميع. ولذلك مطالبتنا بعودة المهجرين، جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم، وخصوصاً في جرف الصخر والعوجة وبقية المناطق، مطلب ثابت. كل القوى السياسية تعلم أننا في كل اجتماع نطالب بهذا المطلب.